عدم فرض رسم على إعادة تقييم ممتلكات المؤسسات التي لا تفقد قيمتها عبر مرور الزمن حسب ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 والصادر في العدد 79 من الجريدة الرسمية، هو امتياز من شأنه تخفيف العبء على المؤسسات من أجل ممارسة نشاطها الاقتصادي. هذا القانون يعني عنده ميزه تاع ستابيليتي، هذه حاجه واحده. ثانيا الشيء المهم اللي جاء في هذه المؤسسه انه لا ريفالواسيون دي بيان نون امورتيسابل ما راحش راح تكون تاكسي، لانه في الماضي كي دير المؤسسه دير لا ريفالواسيون تاع لي بيان تاعها كاع لي بيان تاعها كي ديرهم ريفالواسيون حتخلص اون تاكس. هذه المره لي بيان اللي ماهمش امورتيسابل مثلا كيما الارض تاع المؤسسه تنجم ديرها ريفالواسيون بلا ما تكون تاكسي، وهذا الشيء يعني في صالح المؤسسه. هي قوانين تصب في الجانب التنظيمي لعمل المؤسسات الاقتصاديه، فهل ستساهم هذه النصوص في جعل المؤسسات أكثر شفافية من أجل خلق ديناميكية اقتصادية؟ La transparence justement elle est là. Toutes les mesures qui ont été prises à mon sens dans la loi de finances 2019 renforcent un peu la transparence et rend difficile aux entreprises de faire une évasion fiscale. احنا كمؤسسات ما نتهربوش من الضريبة يعني هكا وخلاص، يعني وكما يكونش فيها يعني اعباء وثقيله ودي بروسيدور ثقال، علاش نتهربوا اذا كانت حاجه بسيطه وفيها تسهيلات وكذا؟ ما احنا ماذا بينا نكونوا في الصوره مع الدوله باش هكا تكون على بالها واش كاين كمؤسسات. ضمان استقرار المؤسسات الاقتصاديه في الجزائر وكبح عمليات التهرب من التصريح بالممتلكات هو اهم ما يسعى هذا الاجراء القانوني في تكريسه من اجل اقامه نسيج اقتصادي خال من كل التجاوزات.